أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج جناب الشيخ علي موحان، حياكم الله، شيخنا العزيز، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. حياكم الله ورحمة نعم، كان الكلام حول في الحلقات السابقة حول الحب المكتوم، وبالإضافة إلى الحرارة الموجودة في قلوب المؤمنين لسيد الشهداء سلام الله عليه، شيخنا العزيز. ما هي علاقة الحرارة الموجودة في قلوب المؤمنين وهذا الحب المكتوم في وجدانهم بقضية الزيارة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما وأسأل الله لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة يعني كما ذكرنا في المحاضرات السابقه ان هذه الاضاءات المفروض ان وظيفتها بيان آه للمسافه الواقعه بين المعنى اللغوي للزياره الذي هو معنى بسيط جدا وما وصلت اليه زياره في الاربعين، يعني هناك مفارقه بين اصل معنى الزياره وما وصلت اليه زياره الامام الحسين عليه السلام. ولا بد تبيان الفرق ف... هذه المسافه. لا بد ان نعرف انه ما هو المنشا من اين نشات هذه القضيه؟ كيف وصلت الى هذا الحال؟ نعم. وذكرنا يعني جمله من الامور آه وصل بنا الكلام الى ان الله عز وجل المفروض انه بعد يعني استشهاد امير المؤمنين عليه السلام عامل البقاء لهذا الدين المفروض يكمن بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه و ان بقاء الدين به على اساس انه هو مصباح الهدايه والسفينه والسفينه النجاه وقلنا ان مصباح الهدايه المفروض انه كيف يكون الحسين عليه السلام مصباح هدايه وقد استشهد يعني قد غاب عن هذه الدنيا فالحل يكمن يعني بما يستفاد من الروايات ان الحسين عليه السلام يعني قد جعلت محبته في قلوب المؤمنين محبه مكتومه و أن للحسين عليه السلام معرفة مكتومة في في قلوب المؤمنين كذلك أو في وحرارة بواطن وحرارة لقتله سلام الله عليه نعم فهذه الإشارات الثلاثة على أنه في القلوب في القلوب في البواطن عندها توقفنا وقلنا أن المفروض أن الإمام حسين عليه السلام عبارة يعني صار كأنه بوصلة لكل مؤمن مهما اختلفت يعني صفته جنسه ثقافته عمره المفروض أن هذا الأمر كأنه لا يضير كل الناس المفروض على مختلف الجنسيات الآن على مختلف الأجناس كلهم المفروض يشتركون في هذا المصباح الذي يسير بهم إلى طريق الهداية فأصبح سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بوصلة في قلب كل مؤمن يدله على الطريق الصحيح وقلنا ان هناك مشكله في قضيه الامور الوجدانيه، يعني شبهنا هذا الامر بالقضايا البديهيه التي يعرفها المفروض الجميع ولا تحتاج الى استدلال وبرهان. وقلنا ان البديهي يمكن ان الانسان الذي ياتي الى الامر البديهي قد يغفل عن البديهي بسبب شواغل كثيره. وبذلك يحتاج الى تنبيه تنبيه كما ذكرنا ان القران الكريم يقول فذكر ان نفعت الذكرى. فالانسان بحاجه الى منبه الان يعني عندما نصل الى هذا الامر وان هذه المعرفه المكتومه في القلب هناك يعني مساله تطرح في الحكمه ان المعرفه تقسم الى نوعين قسمين الحقيقه بعضها المعرفه النظريه او المعرفه الحصوليه التي يحتاج الانسان فيها الى ان يطالع كثير من الكتب يحضر كثير من الدروس كثير من الأساتذة يكون يمر عليهم ويطالع ويباحث كسب المعرفة بالأمور النظرية وهذه المعرفة النظرية المفروض معرفة يعني تحصل بالتدريج وحصولها التدريجي يعني غالبا ما يرافق يعني كلما فتح بابا من هذه المعرفة النظرية فتحت له جملة كبيرة من الإشكالات وكلما تعدى هذه الإشكالات تفتح له أبواب أخرى من الإشكالات نعم. ومشكلة هذه المعرفة النظرية أنها يعني قد تحصل عند الإنسان، لكنها في النهاية لا تكون عاصمة له. باعتبار أن كثير من الناس الآن تعرف وتسمع، وكأنها عندما تسأل تقر بأن الله عز وجل مثلاً هو الرازق، وأنه لا بد لهذه الدنيا كل إنسان في هذه الدنيا لا بد أن يختم بالموت، لأنه عندما تأتي إلى سلوك الخارجي لا يتوافق سلوك الخارجي مع إقرار النظري. يعني تراه مثلاً يخاف من جهة الرزق. يخاف من جهة أنه الخطر الذي قد يحدق به بسبب مشكلة ما ومع أنه يقر بأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور وأن كل شيء بإذنه وأنه ما من ورقة تسقط من ورقة نعم كشخص الذي هو دائما يقول أنا من المتوكلين وأتوكل على الله في أموري ولكن لما يقع في شدة أو في ضيق تراه متراجعا عن هذا الأمر هذا سببه أنه يعني الآن هذا الإنسان في دائرة المعرفة النظرية اكو تناقض ما بين المعرفه النظريه وما بين تصرفاته وسلوكه. ثم انه المعرفه النظريه يعني ليست متاحه للجميع، ليس لكل انسان ان يتعلم يعني ويصل الى مراتب عاليه في المعرفه النظريه. نعم. فطريق المعرفه النظريه طريق المفروض يعني كما قلنا يقتصر على بعض الناس وبالعكس بل يزيد هؤلاء الناس المفروض يعني اشكال. بحيث هناك يعني قضيه مشهوره ومعروفه ان الفخر الرازي مثلا ليعبر عنه بامام المشككين. امكانيه كبيره في يعني في قضيه المعرفه النظريه هذا الشخص يوم من الايام يعني وصل الى قريه المفروض ان اهل القريه يعني او اهل هذه المدينه جاءوا للسلام عليه علماء اهل المدينه جاءوا للسلام عليه فمرة سأل أنه هل بقي عالم من العلماء لم يأتي لزيارتنا قالوا هناك شخص يعني هذا يقطن خارج المدينة ومعتكف و... صعب عليه المجيء هو, يعني. هو من أهل العلم لكنه يعني هذا الرجل زاهد في هذه الامور يعني لا يتقرب نعم. الى السلطان، لا يتقرب نعم. الى كبار نعم. العلماء، فقال نحن نذهب اليه ونرى نعم. هو لماذا تخلف عن زيارتنا. فعندما جاءه يعني وسال انه لماذا تخلفت عن زيارتنا؟ ففي الخبر انه هذا الرجل قال له يعني انا مثلا شاني لا لا يزيدك شيئا، يعني زيارتي وعدم زيارتي انا صاحب شان بسيط يعني لا ازيدك شيء اذا زرتك ولا اقلل من شانك شيء اذا زرتك. نوب استدرك قال ثم أنه أنت من تكون حتى أنا يعني أتكلف لزيارتك أنت تعرف الله فهنا الفخر يقال أنه انتفض يعني انتفض يعني كرامته قال أنا أعرف الله بمئة برهان لأنه يعتقد أن هذه قضية يعني من قال هذه بالنسبة لي أنا أعرف الله بمئة برهان يتباهى بمعرفته فهذا الرجل رد عليه قال عجيب إنما يحتاج البرهان من كان في قلبه شك وأنت تعرف الله بمئة برهان بمعنى آخر أنه مئة شك عندك شك إلى أن وصلت إلى المرحلة فهذه المعرفة النظرية مشكلتها هذه أنها مقتصرة على مجموعة معينة من الناس قضية الأخرى التي فيها أنها يعني كشارب كشارب ماء البحر يعني لا, لا يرتوي لا, لا يرتوي أصلا فالطريق الأمثل ما هو الطريق الأمثل أن هذه المعرفة النظرية لها ثمرة ثمرتها أنها تحث الإنسان على التوجه للشريعة للعمل يعني من عرف أن الله عز وجل يعني قد جعل الصلاة لكي يذكر وعرف أن الذكر هو الأهم فالمفروض أنه يبدأ يتجه للعمل فعندما يبدأ يمارس الشريعة بقوة الشريعة وظيفتها أنها يعني مطهرة تزيل عن الانسان كثير من الدورات كثير من الظلمات التي كما فيه. ذكرنا في الحلقات السابقه انها تزيل عنه هذه الامور التي الشوائب يعني سيد. بمعنى اخر حتى يصل الى مرحله الكمال. عندما يمارس الانسان الشريعه ويكثر في بعض الموارد من ممارستها، يعني كما ورد في الحديث انه ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فإن أحببته مفروض كنت عينه التي ينظر بها ويده التي يبطش بها فهذه القضية هي الأساس الآن أن الشريعة يعني قد دخل عليها ما دخل وتسيد معاوية على رأس الإسلام وأصبح يمثل الجهة أو الوجه للدين وكأنه هو صار النموذج الذي لا بد أن يقتدى به ف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءت هذه الظلمه الله عز وجل جعله بعد ان هدم هدمت اركان الهدى باستشهاد امير المؤمنين جعله مصباح هدايه للناس بعد الامام الحسن سلام فالارتباط بسيد الشهداء الان الكلام سيكون هكذا الارتباط بالحسين عليه السلام يكون عن طريق هذه الوسائل انه الان الانسان يعني في كل مؤمن المفروض الحسين عليه السلام في قلبه والمفروض ان هذا القلب قد قد غشيه كثير من الشواغل، قد غشيه كثير من الظلمات من من لعله جناب الشيخ على طول فتره السنه هو الانسان في انشغال نعم. وابتعاد وممكن تعصف به هنا وهناك الحياه ولكن في هذه المره من السنه قد ياتي ذكر الحسين سلام الله عليه فينبهه وهذا إن شاطرتم الرأي أنه هو المحور في هذا الجانب نعم. الآن الإنسان إذا أراد, إذا أراد أن يحيي قلبه ويزيل هذه الكدورات كما ذكرنا عن قلبه عليه أن يسلك هذا المسلك أن يأخذ الجانب العملي الذي حث المعصومون عليهم عليهم السلام حثوا على ممارسته أنه يتوجه الإنسان للحسين عليه السلام ويرتبط بالحسين عليه السلام يرتبط بالحسين عليه السلام المفروض أنه يعني من أدنى الوسائل إلى أعلاها أدنى وسيله يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل بالحسين عليه السلام هو التباكي على الحسين وهذا موجود في الروايات. وهذا لو يعني لم تبكي فَتَبَاكَ تباك؟ هذا يعني. يبدأ من أدنى هذه القضية التباكي. يعني تمثيل يعني لو آه. لو لو نفصل قليلا شيخنا العزيز آه. التباكي ليس البكاء. افتعال. كأنما افتعال. افتعال يعني أنت الآن جالس في مجلس لسيد الشهداء آه. سلام الله عليه. وترى الناس يبكون انت يعني كأنه لابد ان يتعلم ادب المجلس أحسنت انه يضع طيب. يده على يعني وجهه بهذه الصوره وياخذ هيئه الذي يبكي يتباكى, يتباكى. ان كان لا يبكي لا هيئه الذي يبكى يبكي فقط نعم. مطلوب منا ان ياخذ هيئه من يبكي فهذا اول الارتباط من هذا الارتباط مه. الى ان يقتل مع الحسين عليه السلام يعني الاستشهاد بين يدي الحسين عليه السلام وسيله من الوسائل والتباكي وسيلة هذه وسيلة دانية هذه وسيلة عالية وفيما بينهما ما شاء الله من الوسائل التي نسيد الشهداء أكثر الوسائل للحسين عليه السلام يعني بالقياس إلى باقي المعصومين عندما نسمع أن سفينة الحسين أوسع أسرع سعتها وسرعتها تكمن بكثرة الوسائل التي يعني يدخل الإنسان فيها للحسين يعني. عليه السلام فخلينا نبدأ الآن يعني بقضية الارتباط بالحسين عليه السلام ونقارن بين قضيتين عندما كانت الصلاة وجهاً للدين وما زالت وجهاً للدين لكن المفروض عن طريق يعني من من يسير بدرب الحسين عليه السلام تصبح الصلاة وجهاً لدينه. عندما تكون الصلاة وجهاً للدين كيف يكون الارتباط بسيد الشهداء أيضاً وجهاً للدين ومظهراً من مظاهر التدين؟ مشهور عندنا أنه قضية الصلاة أن الصلاة عندما تؤدى في اليوم الواحد كفريضة خمس مرات في اليوم والنوافل كذلك تؤدى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصف الصلاة يقول الصلاة يعني كمن كان يعني في مقابل بيته نهرا ف... فتوضأ أو يغتسل يغتسل منه خمس مرات في اليوم الواحد خمس مرات قطعا لا يبقى على جسده شيئا من الدرن نعم ف... عندما ناتي الى سيد الشهداء ستجد ايضا هذا الحث الشديد على ان يتواجد الانسان يعني في زياره الحسين عليه السلام. نعم. وذكرنا هذا الامر ايضا انه ما من مناسبه تمر على المؤمن خلال السنه الواحده عندما تفتح الان كتب الادعيه والزيارات ستجد ان زياره الحسين عليه السلام يعني تشحن بهذه الايام ما من يوم له خصوصيه الا وزيارة سيد الشهداء على راس الاعمال التي يؤتى كل الايام الوارده فيها الروايات في فضلها وحسنها والاعمال التي فيها وعلى راسها من كما ذكرت اجمل ما يقرا يعني في زياره زياره الحسين عليه السلام هناك روايه تنقل في فضل زياره سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه المفروض هذه يعني يلتفت اليها الزائر انه اذا اتم الزياره إذا أتم الزائر الزيارة وأراد أن يخرج من الباب فكن ينتبه إلى هذه القضية الإمام عليه السلام يشير يقول له يقول أن ملكا يأتي ويحدثه يحدث هذا الزار الذي يريد أن يخرج يقول يا فلان إن الله يقرئك السلام الجهية. طبعا السلام من الله عز وجل هذا بح بحد ذاته يحتاج مبحث سلام. ان شاء الله في بحث الزياره نعم بقى. ان شاء الله نتطرق له ان الله يقرئك السلام ويقول ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك اللهم صل على محمد هذه القضيه يعني المفروض مفتاح للرحمه كبير الله عز وجل فتحه على عباده نعم شيخنا العزيز أحسنتم وأجدتم ونأخذ فاصل ونعود مرة أخرى إن شاء الله مشاهدينا الأحبة فاصل ونواصل معكم إن شاء الله حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الأكارم في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وأرحب مرة أخرى بضيفي الدائم في هذا البرنامج جناب الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز كان الكلام قبل الفاصل هو كيف أن هذا الثواب الجزيل والثناء الجميل الذي يلقى على زائر قبر الإمام الحسين سلام الله عليه وما زال الكلام مستمرا في كيف ان هذا الحب وحراره الحب وحراره القتل لسيد الشهداء سلام الله عليه موجوده في قلوب المؤمنين نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. آه ذكرنا ان آه جعل هذه الامور في تكوين الانسان في قلبه في باطنه كما تعبر الروايات على اساس انه بوصله سيكون يعني تحدد الاتجاه وتوضح الاتجاه بشكل صحيح. فمن جهه ان الله عز وجل من لطفه بعباده يعني فتح ابوابا من ابواب رحمته فيها شيء من الاعانه او في الحقيقه يعني كثير من الاعانه للانسان من اجل ان يصل الى يعني مقصوده في هذه الدنيا. يتخذها وسائل كما ذكرنا. يعني مثلا ان الله عز وجل جعل ان من يتواجد في يوم عرفه في صعيد عرفه في الحج انه الى يعني يمارس الدعاء في هذا الوقت يعني من الزوال الى المغرب وبعد المغرب المفروض يفيض من عرفه اذا اراد ان يفيض من عرفه يعني هكذا الروايات يقول كن يدزم بان الله قد غفر له في قراره نفسه باعتبار ان الله عز وجل يغفر هذا من الموارد التي يعني الإنسان يعني قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها الوصول لعرفات يعني ليس بالهين خصوصا في أزمنتنا هذه أو حتى في الأزمنة القديمة يعني ليست بالقضية السهلة أن الإنسان يصل إلى الحج ويمارس عملية الحاج والحج من, من أيامه كان هناك صعوبة ويوم محدود في السنة هو سبحان هي. الله إلا من حصل على التوفيق ممكن الكريم. أنه يعني فسحة أخرى اللي هي فسحة أن من صام شهر رمضان مثلا وصار الليله الاخيره من شهر رمضان فان الله عز وجل يخر يعني يفتح باب القدر ليالي القدر الموجوده هذا ايضا شهر رمضان يعني يوم يعني ايام معدوده في, في السنه والمفروض انه قد يوفق اليه الانسان وقد لا يوفق القوه في يعني في في الرحمه خلينا نعبر هكذا عندما يقال للحسين عليه السلام بانه الرحمه الواسعه يا رحمة الله الواسعة الواسع. ويا باب نجاة الأمة أنه كيف تفهم أنه الرحمة الواسعة الرحمة الواسعة باعتبار هكذا الأمر أنه بمجرد الحسين عليه السلام باب مفتوح للجميع من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه يقول وما حق الحسين عليه السلام يقول أن يقر له بأنه إمام مفترض الطاعة إذا زار بهذا العنوان غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر يعني وليس كثيرا على الله عز وجل ان يمن على عباده بهذه المنه. بلا شك وهو الرحمن وهو الرحيم وهو المعطي وهو الرازق. يعني كانها يعني من لوازم صفاته تعالى ان يكون لطيفا بعباده وييسر لهم الوصول الى الى مقصودهم في هذه الدنيا ان يفتح لهم ابواب رحمه في هذه الدنيا خصوصا مع هذه الظلمات الكثيره مع هذه الاخطار الكثيره. فاعظم باب للرحمة في بعد كما ذكرنا بعد استشهاد امير المؤمنين عليه السلام المفروض هو الامام الحسين صلوات الله وسلامه هو باب الرحمه الواسعه والمفروض هذا من جهه ان الله عز وجل ييسر للناس بان يغفر لهم بنوبهم ومن جهة أخرى أنه هذه الوسائل هذه الوسائل وتكرار هذه الوسائل المفروض والتأكيد على هذه الوسائل يوصل يوصل الإنسان إلى أن يتهيأ لأن يفاض عليه يعني المعرفة التي قلنا هي نتاج العمل يعني كما ذكرنا في نعم. بداية هذه الحلقة أن هناك معرفة تنتج عن عمل وهناك عمل ينتج عن معرفة هناك معرفة نظرية تؤدي بالإنسان إلى أن يكون مشتغلا وعاملا وهذا الإشتغال نتيجته نهايته ما هي؟ أن اعبد ربك حتى يأتيك اليقين المفروض أنه اليقين يأتي في نهاية المطاف أو بسبب هذه الممارسات بعد طول العبادة المفروض بهذه العبادات بهذه الممارسات يحصل الإنسان على اليقين شوف الفرق أنه شو راح يكون هذا اليقين الذي سيحصل عليه الإنسان المفروض ليس كاليقين الضروري النظري هذا اليقين المفروض يأتي دفعة واحدة مختلف عما هو بالنظر في حين ذاك يكون بالتدريج في نهاية المطاف يحصل على اليقين. هذا اليقين المفروض يكون عاصم يعصم الانسان عن الوقوع في الخطا يرقى بالانسان الى مرتبه ان يكون معصوما. من حاز على هذه المرتبه من العلم المفروض انه يصبح هذا العلم بعد ما دام انه حاضر معه في كل حال من الاحوال حضوره الدائم ذكره الدائم يجعل من هذا الانسان معصوم. يعني هل هناك علاقه ما بين الكلام الذي تتفضل به الان وما بين المثال الذي ضربناه قبل قليل في مساله الحج؟ في لما يدرك الإنسان أنه قد غفر الله له يكون عاصما له عن المعاصي بالضبط هو الآن الممارسة عندما يعني عندنا مشهور في الروايات أنه الإنسان إذا رجع من الحج أربعة أشهر لا يسجل عليه ذنب لا يسجل عليه ذنب بمعنى يعني واحدة من الوجوه التي ممكن أن يفسر بها أنه أن هذا الحج لو كان حجة مبرورة وحجة يعني ملتزم بها بشكل صحيح تصبح نفس هاي الممارسة اللي ممارسة الحج عاصمة له فيمكن أن يمتد أمدها إلى أربعة أشهر بعد أن يختلط بالناس إذا, إذا ما جاءه يعني منبه جديد يرجع يغفل يخفل يخفل, يخفل ويذوب الناس من جديد في حين أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهذا طبعا تستكشف في أحوال الزائرين انه هذه المواظبة مثلا على زيارة ليلة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة من ليلة الجمعة إلى ليلة الجمعة وكأنه يأتي هنا يعني يشحن بالطاقة الإيجابية ويصبح إنسانا يعني ملتزما ومنضبطا ويرجع من جديد لكي يمارس حياته ممكن انه هذه الممارسة اليومية تستنزف هذه الطاقة إذا ما كان له ثبات تستنزف هذه الطاقة لكنه من نعمة الله عليه أنه يرجع من جديد يعني في الليلة الأخرى من ليالي الجمعة مثلا ويزور سيد الشهداء ويشحن بهذه الطاقة من جديد، أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نستنتج فضيلة الشيخ أنه الحث على زيارة سيد الشهداء في ليلة الخميس والثواب وأن الأئمة والأنبياء والمرسلين في ليلة الخميس يزورون الإمام حسين عليه السلام هل ها هناك ارتباط ما بين هذا وما بين كلامكم؟ بالضبط هو الكلام أنه يعني كما ذكرنا أن الزيارة وسيلة من الوسائل يعني سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وسائل كثيرة فقلنا أن قضية تبدأ من التباكي وتنتهي بالجهاد بين بالجهاد. يدي الحسين عليه السلام طبعا هناك بعض الأعلام وأيضا هذا يستشف من سيرة كثير من العلماء أن يعني مجلس العزاء على الحسين عليه السلام إقامة المجلس. إقامة مجالس العزاء على سيد الشهداء وهذه سنة علماء المفروض يعني وسنة كثير من المؤمنين. سنة الأئمة سلام الله عليه الأئمة كانوا يقيمون العزاء. وكأنه في المجلس يعني من يقرأ الروايات التي يعني تبين فضل إقامة مجالس العزاء على سيد الشهداء يستكشف أن هذا المجلس يعني يستجمع جميع الوسائل ما, ما ما تفيده الوسائل، يعني كل الوسائل، كل وسيلة من ما الذي تريد أن توصله؟ هذا المجلس كانه مجمع مجمع هذه الوسائل فيض من الوسائل مجمع وكانه من كان جالسا في هذا المجلس كان كالمتشحط بدمه بين يدي الحسين عليه السلام المفروض انه مثلا يعني لو تقرا في الروايات مثلا الان من 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 سقى الماء مثلا من سقى الماء في يوم العاشر من المحرم مجرد انه يسقي الماء هذا وسيله من الوسائل على حب سيد الشهداء آه كان كمن يعني سقى الحسين وسقى اصحاب الحسين عليه السلام بهذا المقام ده. هناك هناك يعني انا ربما ذكرت هذه الروايه او لا قضية يعني مسألة تأكيد الأئمة عليهم السلام على مسألة التواصل مع سيد الشهداء والاهتمام بوسائله هذا باب جدا كبير وضخم يعني عموما الروايات فيه طويلة إن شاء الله نمر عليها في باب إن شاء باب الله. فضل المزور وفضل الزياره أه، تبقى عندنا نقطه يعني لها علاقه بهذا المطلب الذي نتكلم فيه انه عندما تكون هذه المحبه المكتومه او المعرفه المكتومه في البواطن او في القلوب وهذه الحراره التي في القلوب باعتبار انها كلها اشاره في القلوب في القلوب والانسان الذي يعني تاخذه هذه الدنيا ب يعني بجوانبها المختلفه عندما يريد أن يتوجه إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يعني يمكن أن يشبه حاله بحال نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه المفروض الذي يعني أعاد بناء الدين أعاد التوحيد عندما يقال أن إبراهيم عليه السلام كان يعني أبو الأنبياء باعتبار أنه بدأ مرحلة جديدة من مراحل التوحيد ضاق الأمر أن القضية إن حصلت بإبراهيم عليه السلام ومن ثم منه توسعت فإعادة البناء إعادة البناء للبيت الظاهري إعادة وإذ البناء للبيت الظاهري أن قواعده موجودة وإسمعين. ويبني البيت ويطهر البيت للطائفين والراكعين هذه الظاهرية هذا البيت الظاهري المفروض على الإنسان الذي يعتقد أن لله عز وجل بيتا في قلبه وأن في هذا القلب هناك محبة مكتومة للحسين عليه السلام ومعرفة مكتومة للحسين عليه السلام كيف انه عليه ان يعني يمر بهذا الطريق ان يبني ان يرجع ان يبني بيته من جديد بناء البيت من جديد يكون بهذه الوسائل هذه الممارسات يعني هذا الكرم وهذا الايثار وهذا الـ يعني الـ هاي المس... المواساة التي تكون من قبل كثير نستطيع من... ان نشبه انه كما ان نبي الله ابراهيم اعاد بناء الكعبه بالاحجار وباللبن فكذلك بالوسائل هذه تعتبر وسائل أعاد بها البناء فكذلك قلب المؤمن الذي يحوي حب سيد الشهداء والحرارة وبالإضافة إلى الحب المكتوم لابد أن يبنى بهذه الوسائل هذه الوسائل هذه الوسائل وسائل سيد الشهداء هي أدوات البناء يعني بناء بيت الإنسان أو بقلب الإنسان, بقلب الإنسان. قلب نعم. الإنسان المفروض أنه يحيى يحيى بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يعني بعد أن تميته الدنيا وتوصله إلى درجة يعني ممكن تشبيه القضية هكذا أنه هناك جمرة في الرماد مدفونة تحت الرماد تحت الرماد يراد من الإنسان أن يزيل هذا الرماد وترجع هذه الجدوى أو الجمرة يعني تتقد من جديد في داخله وتصبح موجه بالنسبة له هي التي تنير له الطريق هي التي تضيء له الطريق فوسائل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي أشبه ما تكون ب يعني الأدوات التي بنا بها إبراهيم عليه السلام وأمر بأنه بعد أن يبني يكون يطهر وبعد أن يطهر المفروض أنه يدعو يدعو الناس وأذن للحج في الناس بالحج يأتوك رجال فتبدأ عملية الحج عملية الحج المفروض أنه يبدأ الإنسان يستلم هذه الإفاضات من الله عز وجل يعني لا يمكن لإنسان أن يدعي أنه معرفة وعلما يعني لدنيا او علما مفاضا عليه من الله عز وجل والمفروض انه لم يسلك هذا الطريق، يعني كل ما يمكن ان ياتيه يعني فيه شيء من الشبهات، شيء من الخلط الذي ممكن ان يدخل فيه ابليس، هذا ايضا سنمر عليه كيف انه يحارب هذه الوسائل باعتبار انها يعني تقع بالضد من من من, من مشروعه ومن توجهه. فعلى العموم المفروض انه لابد ان نصل و نحصر المعلومه بهذا الشكل نعم. ان المعرفه المكتومه في القلب والمحبه المكتومه في القلب او في يعني في البواطن كما تعبر الروايات والحراره التي في القلب المفروض هذه كانها هي القواعد هذا القلب الذي هو بيت الله عز وجل كيف انه يحيى هذا البيت يحيى بهذه الوسائل باعتبار انه قد جعل فيه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بهذا الارتباط بالحسين عليه السلام بهذه الوسائل الكثيره يستطيع الانسان ان يثير يثير هذه يعني المعرفه ويتحصل عليها ويصبح جاهزا باعتبار انه اذا غفر له اذا غفر له بمعنى انه ماذا يعني انه غفر له؟ بمعنى انه اصبح مبرأ من العيب عدد صحيفه الاعمال بيضاء آه آه كما كانت من صار من صار مبرأ من العيب صار قابلا لأن يستلم شيئا حسنا لا يمكن أن يأتي الشيء الحسن ويجاور الشيء السيء هذه قضية مهمة فلا بد أن يزال هذا الشيء السيء حتى يمكن أن يحل محله الأمر الحسن الذنوب الأخطاء التي ممكن أن ترتكب بسبب يعني هذه الممارسة التي في الدنيا عندما يأتي الإنسان لزيارة سيد الشهداء أو يمارس هذه الوسائل التي فتحها الله عز وجل وكانت منة ونعمة من الله عز وجل المفروض أنها هي التي تعينه على أي شيء على أن يتحصل أن تزال عنه هذه الأخطاء هذه الكدورات هذه النكت السوداء ويصبح قلبه جاهز لأن يفاض عليه من المعارف ممكن أنه مثال تقريبي يعني يقرب الفكرة ببساطة جدا يعني نعم. الآن عندما يعني معلم من المعلمين عند مجموعة من الطلبة وهو يحاول بكل وسيلة من الوسائل أن يوصل هؤلاء الطلبة إلى النجاح بكل وسيلة من الوسائل فواحدة من الأمور مثلاً أنه يعطي مثلاً درجات على نحو يعني أشبه بالهبة من يفعل كذا أنا أعطيه عشر درجات هذا أعطيه خمس درجات أمر آخر أنه مثلاً يلمح لهم يعني في قضية الأسئلة كيف تكون يأتي المواضع التي, التي سوف هو الأسئلة. هو يعني كثير عناية بطلبته يحاول أنه يوصلهم إلى النتيجة المطلوبة وكأنه الله عز وجل يعني لولا كأنه هكذا في الحديث لولا أن الله عز وجل يضاعف لكم لما وصلت أنه بأبسط الأعمال الله عز وجل يفيض على عباده يعني فيضا عظيما وكثيرا يا من يعطي الكثير بالقلب نعم وهذا ما ذكرناه في الحلقات السابقة من سماحة الشريعة الإسلامية أنها أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير بمقابل القليل، ان شاء الله لنا اضاءات اخرى في الحلقات القادمه، شكرا جزيلا لكم جناب الشيخ علي موحان لوجودكم معنا في هذا البرنامج، اعزائي المشاهدين وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه، نراكم في حلقات اخرى ان شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.